بونجور سي دكتور بنشما طبيبه اخصائيه في طب النساء والتوليد. اليوم جيت نحكي لكم على الرضاعه الطبيعيه. اولا كاين غلطه يديروها بزاف النساء هي البولوسا ودير عليها موفمون دو كومبريسيون باش تشوفي الا عندها الحليب ولا ما عندهاش وكي يخرج غير شويه تروح ديريكتومون دير له ان بيبرون alors que c'est faux. Premièrement, le sein n'est pas un réservoir, c'est un producteur instantané de lait. Deuxièmement, le bébé qui arda, il va faire trois mouvements, la compression mais aussi la succion et le péristaltisme بالسان. هكذا يجبد بزاف الحليب plus efficacement على ان تيغلي ولا على لي موفمون اللي درتيهم انت. Donc لازم تمدي البيبي ديالك يرضع. Plus يرضع, plus ça stimule la sécrétion d'une hormone qui est la prolactine اللي حتحفز لك انتاج الحليب. ثانيا حبيت نحكي لكم على فوائد الرضاعه للام على خاطر دائما نركزوا على البيبي وننساو فائدتها على صحه الام الجسديه والعقليه. نشوفوها ديريكتومون ابري لاكوشمون. الرضاعه تخلي الرحم يتقلص ويعاود يولي لحجمه الطبيعي. هكذا يحميك من ليموراج. يعاونك تنقصي الوزن اللي زديه بوندون لا غروسيس. يزيد هرمون لوسيتوسين اللي هو هرمون الحب اللي راح يزيد لك الارتباط تاعك مع البيبي. هكذا ينقص لك القلق ولو ستريس ويحميك من الاكتئاب اللي ما بعد الولاده وتحميك تاني من عده امراض كما سرطان الثدي والمبيض لو ديابيت دو تيب 2 اي لي مالادي كارديو فاسكولير. في فتره الرضاعه يفو بريفيليجي لي زاليمون كي سون ليكيد لي تيزان الحليب. كما تعرفوا المراه الجزائريه كي تزيد راح يجيبوا لها الطمينه الزريره المشوشه هادو فيهم سعرات حراريه عاليه وراح يعزز لك انتاج الحليب. وفي الاخير نقول لكم بلي الرضاعه الطبيعيه هي اختيارك وقرارك اللي فيها فايده كبيره لصحتك وصحه وليدك. نصيحتي ليك ما تحرميش نفسك وليدك من هاد الفوائد.